معي من الرياض دكتور نجيب غلاب، مستشار رئيس الوزراء اليمني. مساء الخير، اهلا بك معنا دكتور نجيب. طبعا الخلافات بين الحوثيين ليست بجديده، ولكن ماذا يمكن ان نعرف كتفاصيل عن اسبابها ان كان الامنيه منها او الماليه؟ مع هذه النزاع والصراع الموجود داخل بنيه الحركه الحوثيه ازداد بعد مقتل الرئيس صالح. هناك ثلاثة تيارات داخل الحركة الحوثية، والتيار الأول وهو التيار المرتبط عضويا وبشكل كامل بحزب الله وبإيران. هذا التيار تدير آخرية أمنية إيرانية، وهي لديها منظومتها الميليشياوية والأمنية وأيضا طريقتها في التعامل مع المسائل السياسية. هذا الجناح أو هذا التيار هو يرفض العملية السياسية بشكل كامل، ولا يراهن على فكرة الدولة والمؤسسات، وإنما على بنية التنظيم. وهو هذا الجناح قد خلق يعني كيانا موازيا للمؤسسات الرسمية. يبدو أنه صالح الصماد يعني وإن كان قريبا في الفترات السابقة من هذا التيار، إلا أن تفرد الحوثية بصنعاء وبالمؤسسات وبالمناطق التي ما زالت تحت سيطرتهم بعد انتفاضة الثاني من ديسمبر، قاد إلى حالة من الانقسام فيما يخص إدارة المؤسسات المختطفة، وأيضا دور المشرفين أو الجهاز أو الكيان الموازي فيما يخص تحكمه بكافة المؤسسات المختطفة سوى الجيش والأمن وحتى المؤسسات الإرادية. هناك اختلاف أيضا نتيجة تراكم الثروات، نتيجة الفساد والسوق السوداء في كيفية تحصيلها وإعادة توزيعها بين مراكز النفوذ كعبد الكريم الحوثي باعتباره هو المسيطر على صنعاء وهو المهيمن على ما يعني على مداخل العاصمه من خلال اللجان التابعه لمحمد علي الحوثي. هناك صراع عميق ايضا، وهناك تيار ثالث، وهذا التيار هو من التحق بالحركه الحوثيه وكانوا ضمن موظفي الدوله. هؤلاء بشكل او باخر ربما هم متحيزين لصالح الصماد، لكن لا يوجد لديهم دور حقيقي لانهم لا يملكوا قوه، وانما هم اشبه موظفين تابعه للجناحين السابقين. هناك ايضا المساله الامنيه وكيفيه ادارتها وايضا اداره المعركه العسكريه، لكن بالاخير يبدو لي ان هناك منظومه خاصه بالحركه الحوثيه ربما غير معلنه. عبد الملك الحوثي يمثل مركز هذه التيارات لكنه غير متحكم فيها، ويلعب دور حالة من التوافق، ويبدو لي أنه دوره في المرحلة القادمة سيضعف. طيب هذا الانقسام يعني في الفترة الحالية، ما الذي اختلف عن السابق؟ لماذا اشتعل الصراع الآن؟ لماذا زاد الانقسام؟ أم أنه بات مكشوفا أكثر اليوم؟ أم اختلف فعلا الوضع عن السابق؟ هو كان موجود هذا الصراع، لكنه ازداد يعني انكشف واصبح واضح بعد مقتل الرئيس صالح. لكن هذا الكيان الموازي اللي يقوده محمد عبد يعني محمد علي الحوثي اللي هو كان رئيس اللجان الثوريه، وايضا عبد الكريم الحوثي وسعيهم الجاد قبل انتفاضه الثاني من ديسمبر للسيطره على الدوله، وهم هذا الجناح هو من قاد فكرة تصفية صالح وتصفية المؤتمر الشعبي العام. الأجنحة الأخرى سكتت أو تغاضت، وربما كانت متواطئة بشكل غير معلن. اليوم أصبحت الحركة الحوثية هي من تمسك بزمام الأمر داخل صنعاء، وبالتالي هذا الصراع ما زال موجودا حتى فيما يخص مسألة التعامل مع الرهائن من قيادات المؤتمر الشعبي العام وكيفية توظيف مجلس النواب. هناك اتجاه داخل الحركة الحوثية لتصفية شاملة وكاملة لكل ما له علاقة بالمؤتمر، حتى من قبل بالخضوع والاستمرار بما يسموه مسألة التصفيات الثورية الشاملة لتثبيت الخمينية بشكل كامل داخل اليمن. هناك اتجاه يرى أن هذه المسألة غير ممكنة نتيجة طبيعة وتركيبة المجتمع. ربما صالح الصماد باعتباره ينتمي إلى قبائل وهو من خولان بن عامر، غير الجناح العرقي الآخر الذي يقول أنه ينتمي إلى الهاشمية. هناك صراع أيضا في بنية الحوثية يأخذ طابع
قبلي وطابع عرقي والكهنوتية المهيمنة على الحركة الحوثية والتي تديرها إيران، تعتقد أنه لا ولاية لأحد إلا لمن يكون مؤمن بالكهنوتية بشكل كامل. طيب، دعوات اليوم بعلماء اليمن، دعوا جميع الأحزاب، نتحدث عن أحزاب سياسية، منظمات المجتمع المدني، قيادات مجتمعية وسائر أبناء اليمن، هذا الوضع بالخارج، هذا التكاتف إلى جانب تواجد الحوثي على الأرض من خلال تصدي العسكري له وما وصل إليه، هو أيضا يؤثر على وضعه الداخلي؟ هو صحيح، الحوثية هي أصبحت محاصرة شعبيا ومحاصرة من كافة القوى الوطنية، كافة أطراف الحركة الوطنية وكافة المنظمات والأحزاب والتكوينات بما في ذلك علماء اليمن ومشائخ القبائل بأغلبهم، بالذات الذي لم يتحوثوا والذين تحوثهم قليل، جميعهم ينتظرون الخلاص من الحركة الحوثية. هذا الإجماع اليمني والوطني يعني أنا أعتقد أنه يضع الحوثية أمام تحدي ومخاطر كبيرة، وأنا أعتقد أنه مسألة سقوط الحوثية هي مسألة وقت. ما زال لديهم بعض القوى الأمنية وبعض القوى الميليشياوية وهي تمارس الجهر بشكل يعني عنيف، لكن الشعب مهيأ للانتفاضة الشاملة، وأنا أعتقد أنه الأمر يعني المسألة مسألة وقت. وبالتالي المطلوب اليوم فقط من الحكومة الشرعية أن تعيد بناء هذا الإجماع عبر إعادة بناء الشراكة في إدارة الأمور. سنتابع معكم دائما السياسة وإدارة العسكرة. نعم، كل هذه التطورات على كل الصعود. من الرياض دكتور نجيب غلاب، مستشار رئيس الوزراء اليمني.